منورنا والله يا أستاذ عصام. ألا هو صحيح موضوع الرحلة ده يا أستاذ؟ تقصد الموكب؟ أيوة يا عم حسني، هناخد الولاد بكرة ونروح. أنت عارف إن المناسبات دي ما تقلش أهمية عن الاحتفال بنصر أكتوبر أو أي مناسبة قومية تانية؟ ياه، لأنها بتزود حب وارتباط الولاد ببلدهم. على كده المتحف الجديد ده تلاقيه مليان كنوز، كنوز كتير. طبعا، بس هي قيمتها مش في إنها كنوز، قيمتها في إنها تاريخية، بتعرفنا إن الأرض دي كان عليها في يوم من الأيام حضارة عظيمة. منكم نستفيد يا أستاذ عصام، والله منورنا في الأتوبيس. يا ريت عربية حضرتك تأتى كل يوم علشان نوصلك. أنت بتدعي لي ولا بتدعي عليا يا عم حسن؟ لا لا أبدا، أنا ما أقصدش. عموما أنا حوديك لحد البيت زي ما بعمل مع كل التلامذة حبايبي. كتر خيرك يا سيدي، شكرا يا عم حسن. أنا مبسوطة قوي. تفتكروا لما نروح هننبسط ولا هنفضل قاعدين في مكاننا بنتفرج وخلاص؟ طبعا هنتبسط جدا، ده حدث العالم كله مستنيه. بس كان نفسي حصص التاريخ تبقى أطول، وأستاذ عصام يكمل شرح النهاردة عن الأسرات، عشان أكيد بكرة مش هنكمل وهننشغل بالحفل. يا ريت، خصوصاً إن الدولة القديمة من الأسرات هي اللي تبنى فيها الأهرامات. يوه، انتوا هتكملوا الدرس هنا كمان؟ وفيها إيه يا يحيى؟ أنا أصلاً عارف أنت نفسك تحضري الموكب قوي كده، ليه كنوز؟ أكيد عشان تصوري اللي بيحصل وتعملي ستوريز ولايف وتزودي عدد الفولورز اللي عندك. آه يا ريخم، أنا فعلاً نفسي أروح عشان أصور وأفرج الناس كلها. أكيد حفل زي ده يهم المصريين كلهم، كبار وشباب وأولاد صغيرين. وبعدين أنت عارف أني بحب التصوير والرسم، مش عشان الفولورز يا رخم. طيب ده موضوع الحفل، نفسي أعرف أنتوا بترفعوا إيديكوا وتسألوا عن كل حاجة ليه؟ عشان نفهم أكتر. يا سلام لو كل الحصص تبقى عن التاريخ، حبيب قلبي التاريخ. يا سلام لو كل الحصص تبقى فاضية ونلعب فيها، حبيب قلبي اللعب. واو، إيه ده؟ الله، شايفين الجمال؟ عمو حسني، عمو حسني، عمو حسني. أيوة يا كنوز. ممكن توقف هنا ثواني؟ يا كنوز انت كل يوم توقفيني في مكان شكل عشان خاطر تصوري، كده هنتأخر. معلش يا عمو حسني، ما جاتش من دقيقة. كنوز فعلا بتصور حلو وموهوبة جدا. يوه، أمري لله. حبيبي انا فرحانه ومتحمسه قوي. يا سيدي يا سيدي، يا ريت دايما فرحانه ومبسوطه يا حبيبتي، بس ايه سر الحماس ده كله؟ كنوز فرحانه يا بابا عشان اخيرا جت لها فرصه تاخد سيلفي مع الملك رمسيس الثاني. بطل ترخم عليا يا يحيى، احنا بكره المدرسه هتودينا نحضر حفل نقل المومياوات، وانا عاوزه اصور واعمل ستوريز للانستجرام عشان انزل فيه كل اللي هيحصل. ده خبر جميل، اكيد هتتبسطوا جدا. بس يحيى شكله مش متحمس. بالعكس، انا متحمس جدا وحاسس ان الحفله هيبقى حلوه قوي، بس متضايق لان كنوز كل شويه عامله فيها انها اشطر مني. عشان انا فعلا اشطر، وانت بتحب اللعب وبتضايق زمايلك. اقول لهم عملت ايه النهارده؟ ها، شايف يا بابا؟ شايف؟ خلاص يا اولاد، يلا خلصوا اكل بسرعه علشان نشوف الهوم وورك وبعدين ننام، عندكم بكره يوم طويل. نفسي يحيى يبقى زي كنوز. ويبقى زيها ليه؟ أو تقصدي يبقى زيها في إيه؟ يعني يحب دراسته أكتر، يذاكر وهو مبسوط كده، درجاته دايماً كويسة، بس حاسة إنه لازم يبقى أحسن. يحيى وكنوز شخصيتهم مختلفة، وطبيعي ده يخلي اهتمامات كل واحد فيهم غير التاني. مش معنى كده إن حد فيهم أحسن، يمكن كنوز فعلاً درجتها أحسن شوية، لكن ده ما يمنعش إن يحيى عنده مميزات كتير. أنا عارفة إن يحيى ولد ذكي، بس عاوزاه يبقى زي أخته ويجيب درجات أعلى طول الوقت. مين قال إننا لازم نبقى زي بعض في كل حاجة؟ صدقيني بالوقت هنشوف يحيى حاجات نقول يا ريت كنوز تعمل زيه. عندك حق. ده آخر سؤال هتكتبوا إجابته النهاردة، بس قبل ما نكتب أنا عاوزة أسمع من كل واحد فيكم إجابته. السؤال: لما تخلص دراستك نفسك تبقى إيه لما تكبر؟ أنت الأول يا يحيى، نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ نفسي ابقى لعيب كوره. من امتى وانت مهتم بالكوره؟ مش مهم، المهم ابقى مشهور. الشهره مش ان الناس تشاور عليك وخلاص، انت ممكن تبقى مشهور بحاجه انت فعلا بتعرف تعملها وبتحبها، المهم هم شايفينك ازاي
بيحبوك ولا لا؟ بيحترموك وبيقدروا اللي بتعمله ولا لا؟ خلاص هفكر في حاجة تانية. فكر وقلنا المرة الجاية، لأن دلوقتي دور كنوز. ها، نفسك تشتغلي إيه لما تكبري؟ نفسي أبقى حاجات كتير، دكتورة ورسامة. ولا أقولك استني استني، أنا نفسي أسافر بلاد كتير قوي، هشتغل مضيف الطيران. إيه ده كله؟ اختاري مهنة واحدة بس. خلاص رسامة، هفضل أتعلم لحد ما أبقى رسامة شاطرة وأرسم كل حاجة حلوة بشوفها. طيب يا ستي أنا موافقة. خلاص إحنا كده خلصنا النهاردة، يلا بقى عشان تناموا. تصبحي على خير يا ماما. تصبحي على خير يا ماما. وإنتوا من أهله يا حبيبي. إزيكم؟ عندي ليكم مفاجأة حلوة قوي قوي. هحضر حفل نقل المومياوات وهصور كل حاجة وهنزلها هنا في الستوريز عشان تنبسطوا معايا. مش ماما قالت ننام؟ تصبحوا على خير. على فكرة الفولورز سمعوك. واحدة بواحدة، لما تبطلي أنا كمان هبطل. ماشي يا يحيى، طب أنا هقول لبابا وماما.